أهلا بكم وحلقة جديدة من مساحة للرأي. تأتي زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة الأمريكية لتزيد من احتدام الأوضاع المتأزمة بين واشنطن وبكين، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم السياسي الأمريكي لتايوان، والذي تمثل في الزيارات التي قام بها كبار السياسيين الأمريكيين لتايبيا قبل أشهر وهو ما استفز الصين التي تنظر إلى زيارات الحكومات الأجنبية للجزيرة على أنها اعتراف فعلي باستقلالها وتحد من مطالبة بكين بالسيادة عليها. هذا إلى جانب الدعم العسكري اللي بتقدمه واشنطن لتايبيا. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور ضياء الدين حلمي، عضو لجنة الشؤون الأسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية والأمين العام المؤسس لغرفة التجارة المصرية الصينية بالقاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، منورنا دايما. متشكر لحضرتك. هستأذن حضرتك قبل ما نبدأ حوارنا بنتابع هذا التقرير. توتر جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يأتي هذه المرة مع زيارة رئيسة تايوان ساي إينغ وان لنيويورك كمحطة توقف أو ما يسمى بالعبور أثناء زيارتها لأمريكا الوسطى والجنوبية والتي تستغرق 10 أيام، ولقائها برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي. وقد عبرت بكين عن احتجاجها الشديد على تلك الزيارة، واعتبرتها استفزازا جديدا ينتهك مبدأ الصين الواحدة ويقوض بشكل خطير سيادتها ووحدة أراضيها. وأضافت بكين أن الاجتماع بين رئيسة تايوان وماكارثي يعد استكمالا للأعمال الاستفزازية التي بدأت منذ زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة لتايوان أغسطس الماضي، والذي أدى بدوره إلى تقويض السلام في المنطقة، مما دعا بكين إلى تكثيف تواجدها العسكري قرب تايوان، وقد أطلقت أكبر مناوراتها في المنطقة ردا على تلك الزيارة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مقابلة صحفية إن السبب الأساسي لجولة التوترات الجديدة في مضيق تايوان هو محاولة تايبيه المتكررة التماس دعم الولايات المتحدة لاستقلالها، وأيضا استخدام البعض في أمريكا لتايوان لاحتواء وحصار الصين. وأضافت: نحث أمريكا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والعمل على التزامها بعدم دعم استقلال تايوان أو الصينيين أو الصين واحدة وتايوان واحدة، ووقف جميع أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان، ووقف تطوير التبادلات الجوهرية مع المنطقة، ووقف المراوغة في مبدأ صين واحدة. مرحبا بكم من جديد. ضيفي في الاستوديو دكتور ضياء الدين حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية ومؤسس الغرفة التجارية المصرية بالقاهرة. تحليل حضرتك لهذه الزيارة، هل هي زيارة استفزازية أم أنها مجرد محطة توقف كما ذكر؟ لا، الحقيقة الأمر لا يحتاج إلى جهد كبير حضرتك لاكتشاف أنها زيارة استفزازية طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقصد بهذا محاولة لإلهاء وتعطيل وتطويق الصين التي سبقت الجميع، وهذه هي المفاجأة في التكنولوجيا والابتكار. ولذلك استشعرت الولايات المتحدة الأمريكية الخطر من وجود هذا المارد الصيني الكبير، فبدأت في مناوشات هنا وهناك، وليس لديها إلا عذر سهل، وهو ما اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية قبل ذلك أن الصين الواحدة. والمؤتمر كان في مصر سنة 49 إعلام القاهرة، وحضرته الولايات المتحدة وأقرت بالصين الواحدة، ولكن الآن بعد ما يقرب من 75 سنة ها هي تقول أن تايوان لماذا لا تنفصل ولماذا لا تستقل، وبالتالي كل هذه هي استفزازات أمريكية للتأثير وتعطيل عالم متعدد الأقطاب. لكن لا أظن أن هذا سيفلح، التنازلي لعالم متعدد الأقطاب بدأ بالفعل، العد التنازلي بدأ، والمسألة مسألة وقت، والصين تتعامل بحكمة ضد الاستفزازات الأمريكية. طيب، الاتهامات كانت متبادلة بين الجانبين، الصين تتهم الولايات المتحدة بالاستفزاز والعكس صحيح،
كيف ترى التصريحات المتبادلة التي يعني تم إطلاقها بعد هذه بعد هذا التحرك؟ الحقيقة لا يمكن أبدا تقبل الأمر من التصريحات الرسمية هنا أو هناك، ولكن الذي يمكن هو إعمال العقل. نعم. الآن لدينا حقائق تاريخية بالعودة إلى التاريخ الحديث والقديم، لدينا عقل نميز به الأشياء. الصين ليست دولة استعمارية في تاريخها، بل بالعكس كانت مستعمرة. الصين لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا تسمح للدول الأخرى بالتدخل في شؤونها. كل هذه المعطيات تعطينا أساس للحكم وللرأي، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتميز بأشياء هي لم تخرج منها. هي الحقيقة ليست ميزات ولكن نقول صفات، يعني لا نستطيع أن نقول تتميز، يعني هذا تعبير غير دقيق. أنها تبيع الأسلحة وأن بيع الأسلحة مصدر. لسه يعني منحت تايوان بأكثر من 600 مليون دولار ذخائر، غير الصفقة اللي كانت هي السابقة. هعدل جملة بسيطة وكلمة بسيطة، فعل هي لم تمنح، هي باعت هي باعت، فأمريكا لا تمنح. نعم. ولكن دولة بيع السلاح يمثل بالنسبة لها تجارة أساسية، وهي رقم واحد في العالم في تجارة السلاح. الولايات المتحدة الأمريكية كانت في بعض الصراعات تبيع السلاح للطرفين. في أوكرانيا نفسها، وهذا هو مستقبل تايوان، يعني يجب أن الرئيسة تساي إنج وين رئيسة تايوان أن ترى في موقف زيلينسكي مستقبل، أن ترى فيما يحدث في أوكرانيا مستقبل، بل أنا شخصيا أرى أن مستقبل تايوان إذا أصرت على هذا الحال المعوج في التعامل، لا سيكون الأمر أقصى بكتير من أوكرانيا، لأن الصين ستكون أكثر حزما وقسوة وصرامة لأنها أرضها. نعم. والمسافة لا تسمح أبدا بدخول دول أجنبية. وبعد ذلك التحرك الأسطولي الصيني أيضا واضح، وبدأ يعني دلوقتي يعني مش مناورات فقط لكن تحركات للأسطول. هو الحقيقة الأسطول الصيني البحري قوي، قوة مفرطة. نعم. لأن هي بتحاول دايما طول عمرها تشعر أن بحر الصين الجنوبي يعني سيجلب عليها المتاعب، لأن هو ده العذر المباشر الذي تسوق الولايات المتحدة وتسوقه، وهو الحفاظ على الملاحة العالمية. ولم تهدد الصين الملاحة العالمية، ولم تذهب الصين جغرافيا بجانب الولايات المتحدة الأمريكية لتتحرش به، ولكن لماذا تأتي الولايات المتحدة بجزء من الصين؟ يعني حتى أقرب الموقف لحضرتك، لا يمكن أن يتم أبدا أخذ جزء من دولة ثم التعامل معه كأنه دولة مستقلة. من يسمح بهذا؟ وهذا ليس ذكاء سياسي أمريكي لسبب، هتعطل الصين مثلا أو تريد هكذا، هتعطل التنمية، بتحاول تهيمن على العالم اقتصاديا، سيطرة الدولار على اقتصاد العالم. كل هذا مؤقت. أين الإمبراطوريات القديمة، الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية اليونانية؟ الأمر هذا هو حال العالم وحال الدنيا، والآن أكثر من أي وقت مضى دول العالم تؤيد في غالبيتها تعدد الأقطاب. طب لو تحدثنا يعني بالحديث عن تعدد الأقطاب والتحالفات، احنا شايفين برضو التغير في شكل التحالفات في هذه المنطقة. استراليا ونيوزيلندا بدأ يبقى ليهم، مش بدأ، هما بالفعل بقى ليهم اتجاهات مغايرة، وضحوا بعلاقاتهم مع الصين خاصة الاقتصادية. اندونيسيا على الحياد. هناك شكل التكتلات اللي في هذه المنطقة عاملة ازاي يا دكتور؟ أقول لحضرتك، هو العالم انقسم إلى ثلاث تكتلات أو ثلاث تصورات. في دول كانت واضحة وذهبت بشكل صارم واضح أنها تؤيد عالم متعدد الأقطاب، وأن هذا في مصلحتها وأعلنت هذا. تشكل دول عدم الانحياز من جديد؟ شبه فكرة عدم الانحياز التي كان من مؤسسها وأبطالها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. نعم. زعيم مصر. فالحقيقة وكان معاه طبعا جوزيف تيتو، وكان معاه نهرو، وكان معاه الكبار يعني. إنما يعود الأمر، الصين وروسيا يحاولا أن يرسلوا رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب التابع جدا لها في أوروبا
واستراليا وكندا أننا لا نعمل حلف جديد ضد الولايات المتحدة، لا نريد تحالفات جديدة، ولكن هذه المصالح الولايات المتحدة لا تقبل هذا، لأنها لا تقبل إلا عالم أحادي القطب. المفاجأة لحضرتك أن تعبير عالم متعدد الأقطاب ظهر لأول مرة سنة 1996. نعم. ثم تأسست مجموعة البريكس التي تشكل 30% من حجم الاقتصاد العالمي، 43% من عدد سكان العالم. نعم. وخمس دول، الصين وروسيا والهند والبرازيل انضمت بعد ذلك. نعم. وجنوب أفريقيا. هذه المجموعة في اعتقادي أنها تشكلت لمصالح الدول وعدم الاحتكام إلى الدولار كعملة وسيطة في أي معاملات، حتى معاملات لا تكون الولايات المتحدة طرفا فيها، وهذا منطقي، لكن الولايات المتحدة لم تنتبه في ذلك الوقت. فعلها أكتر العقوبات اللي اتعملت على روسيا والسويفت كود اللي ده شجع دول أخرى، احنا شايفين مؤخرا في دول كتير بتنضم لمجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي، وهي منظمة هامة جدا. نعم. وباسمها واضح شنغهاي، يعني منظمة في اتجاه الصين. هل الولايات المتحدة قادرة على تعويض مثلا، خلينا نتكلم على استراليا مثلا، استراليا التبادل التجاري بينها وبين الصين يعني 100 مليار و600 مليون، يعني تبادل كبير. هل أمريكا قادرة على تعويض حلفائها ولا نفس اللعبة اللي حصلت مع أوروبا؟ ده سؤال مهم جدا الحقيقة، ولكن بقراءة آخر 100 سنة أقول لحضرتك 100، أو يعني خلينا نرجع قبل الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية والأحداث الكبيرة وأحداث الأوبئة والكساد العظيم. الولايات المتحدة الأمريكية تكرر سياستها في توريط الحلفاء ثم تركهم لمصيرهم، وهذا التعبير ليس من عندي، استخدم كثيرا في أمريكا لأشياء أخرى، ولكني أسقطه على كل، يبقى هذه هي عقلية أمريكا. حينما جاء كوفيد 19 تركوا بعض الفئات وبعض الناس، قال لك إيه، فليقابلوا مصيرهم. يعني سيبناهم لمصيرهم، فليواجهوا مصيرهم. وهذا ما يحدث في أوكرانيا، أوكرانيا تواجه مصيرها، وهذا ما سيحدث في تايوان. الولايات المتحدة لا تنهك سيدتي سياسة التعويض للحلفاء. تقولي لي طب سؤال مهم، طب هم بعد شايفين كده لماذا يذهبون أيضا إلى هذا الاتجاه وراء الولايات المتحدة؟ طب هاخد الإجابة بتاعت السؤال ده إنه هام فعلا وعايزين يعني نستفيد فيه، لكن بعد ما نتابع تقرير الصحافة. نبدأ صحافتنا اليوم من الدستور، فقد قال أبو بكر الديب باحث في الشؤون الاستراتيجية إن زيارة رئيسة تايوان ساي إنغ وين لأمريكا تعد بمثابة بالورة اختبار لرد فعل الصين، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تؤدي لصراع مباشر مع أمريكا على المستوى العسكري، بالرغم من أنها تمثل حالة استفزازية صريحة لبكين. وأشار إلى أن الصين تستفز أمريكا هي الأخرى بسبب التحالف الاستراتيجي طويل الأجل مع روسيا، والذي أخذ أشكالا مختلفة على مستوى التصنيع العسكري والتجاري. وترى صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكي تستعد لرد فعل غاضب من الصين إزاء لقاء رئيسة تايوان ساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي مع كاليفورنيا، حيث إنه من الممكن أن يأتي غضب بكين في صورة اعتراضات قاسية أو عقوبات على مكارثي وغيره من المسؤولين الأمريكيين أو استعراض للقوة. وفي الشرق الأوسط أبرزت هبة القدسي تحذير واشنطن لبكين من أي رد فعل مبالغ فيه أثناء مرور رئيسة تايوان جويا إلى الولايات المتحدة، وقالت واشنطن إنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعل الصين تستخدم تلك الزيارة كذريعة لرد فعل مبالغ فيه أو لممارسة مزيد من الضغط على تايبي. وأخيرا وتحت عنوان رئيسة تايوان بأمريكا ترانزيت أم طبول حرب، ترى العين الإخبارية أنه كلما ينطفئ فتيل أزمة في تايوان حتى تتجدد المخاوف من اشتعال أخرى، وهذه المرة يشتعل الفتيل من زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة، والتي تأتي وسط توترات بلغت ذروتها منذ سنوات بين بكين وواشنطن، من أبرزها زيارة الغضب والنار التي قامت بها رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، والتي استفزت الصين وجعلت العالم يحبس أنفاسه خشية وقوع حرب جديدة.
مرحب بكم من جديد. وضيفي في الاستوديو دكتور ضياء الدين حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية ومؤسس الغرفة التجارية المصرية الصينية بالقاهرة. توقفنا قبل التقرير عند كلمة هامة، وهي أمريكا يعني دائما على توريط الحلفاء وتركهم. ليه حضرتك طرحت السؤال وأنا عايزة الإجابة، ليه دايما هناك حلفاء يعني ألا يتعظون؟ هو الحقيقة هناك أوراق ضغط غير معلومة لدينا، لكن هي واضحة بدليل أن من يتابع بدقة يجد أن فرنسا وألمانيا تحديدا كانوا لهم أو لا كان لهما موقف مختلف عن رأي أمريكا في المواجهة أو العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا طبعا. وهم كانوا خايفين من شعوبهم وما زالوا أن الشعوب تقول لهم السؤال الطبيعي، طب وما دخل إحنا وما دخلنا إذا كنا إحنا بندفع الضريبة أن روسيا عملت كده مع أوكرانيا، أنتوا ليه بتورطونا؟ وبالتالي هناك على ما يبدو لي بوضوح أن هناك أوراق ضغط خفية، لأن فرنسا وألمانيا عادة وغيروا رأيهم بالكامل 180 درجة وبدأوا حتى في إرسال بعض الأسلحة. نعم. على غير رضا الشعوب. على غير رضا الشعوب وعلى غير رضا شولتز في ألمانيا المستشار وماكرون في فرنسا. لا لم يكونوا راضيين، ده تصريحاتهم موجودة. ولذلك ماكرون هيزور الصين خلال يومين علشان يوصل ليهم يقول لهم على فكرة احنا عايزين هدوء بقى وعايزين سلام. لأن كزياراته السابقة كوسيط قبل الحرب الأوكرانية هو يصلح لهذا هذه الوساطة، وهو متورط، هو يريد أن يخرج فرنسا من أزمتها الاقتصادية وألمانيا من أزمتها الاقتصادية. هم يروا أن لا ضرورة له، بس هو الولايات المتحدة لديها كروت ضغط على استراليا كندا نيوزيلندا فرنسا وألمانيا تحديدا، وبالتالي هم مش قادرين يخرجوا، لكن أوراق الضغط غير معلنة ولكنها سياسية، هذه ليست يعني أراءهم المستقلة. نرجع تاني لتايوان. تايوان بيمارس عليها ضغوط من الولايات المتحدة ولا برضو الوضع في تايوان عامل ازاي؟ هنا بقى في نقطة جديدة انا اديها 50% 50% لان طبعا هناك بيانات غير متوفرة. رئيس التايوان تساي إنغ وين هي جت الحكم وليها توجه انفصالي، وبالتالي هذا يدفعنا الى فكرة هل تغذي السياسة الامريكية بعض الأشخاص وتذهب بهم إلى سدة الحكم بأفكار معينة؟ طبعا ناس كتير هيقول لك بقى كفاية سياسة المؤامرات ومش معقولة كل حاجة مؤامرة. لا يا فندم، هو لا توجد السياسة هي مؤامرة بالضبط. وفي جملة هاخدها من روزفلت 1945 ودائما ما أكررها في القنوات التلفزيونية، قال سنة 45 وهو سياسي مخضرم روزفلت أمريكا، قال في السياسة لا شيء يحدث بالصدفة. نعم. وبالتالي هي صدف موجهة وكل الأمور تقول هذا. يعني كان هناك فطور روسي مع غورباتشوف، وغورباتشوف ذهب ليسكن في الولايات المتحدة بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي والدول الشرقية في الثمانينات. هذه قد تكون صدفة. طيب رئيسة تايوان التي تدعو إلى الانفصال، ما ضرورة الانفصال وما الفائدة العائدة على تايوان؟ خاصة أن الاقتصاد عندهم والصناعات معتمدة اعتماد كبير على المواد الخام، على الأقل بتيجي من الصين، خاصة في موصلات أشباه الموصلات، اعتماد كلي. أكبر مصدر لتايوان في التبادل التجاري الصين. نعم. الصين تايوان تصدر للصين بحوالي 113 مليار دولار، والصين بتصدر لها بحوالي 85 مليار دولار. نعم. يعني حجم التجارة والتبادل 200 مليار. لكن هو في بعد تاني يا فندم، حتى لو كان الأرقام تقول هذا أو غير هذا، لن تسمح، وأسجل رأيي الآن لأن أقول لحضرتك بوضوح، لن تسمح تحت أي ظرف حتى لو اضطرت إلى صدام عسكري عنيف بل نووي الصين أن تقبل الانفصال تايوان، لأن ده هيعني للصين انهيار القوة الصينية. هي فعلا جزء من أراضيها، لأن دول الناس اللي في الحرب الأهلية مع ماو تسي تونغ هربوا إلى الجزيرة. فبالتالي هي أرض صينية. الحاجة الأخرى إن على متعدد الأقطاب
يعني عملت هذا في كتاب في نشر يعني في الأردن، أنه على متعدد الأقطاب الموعد قريب، هذا هو عنوانه. الموعد قريب متى؟ قلت 2020. 2023 بدأت تتردد العبارة المصطلح على متعدد الأقطاب. الآن أسجل لحضرتك 2023 أنه لن تسمح الصين، ستبحث الولايات المتحدة على الاستفزازات لحد 2025 اللي هي المحاولة الأخيرة لتأجيل على متعدد الأقطاب. طيب ده ياخدني لسؤال تاني، التحذيرات المتبادلة، ويعني حصل أيام نانسي بيلوتسي وما حصلش حاجة ونزلت وزارة البلاد، هل هو ضبط نفس صيني أم أن يعني العملية لم تكتمل؟ قراءة الشخصية الصينية الحقيقة وقراءة شخصية الزعيم الصيني التاريخي، وأنا أعتبره تاريخي، الزعيم تشي جين بينغ، وله ثلاث مجلدات فلسفته في الإدارة والحكم قرأتها جميعا. قراءة الشخصية مهمة، قراءة الحزب الشيوعي الجديد مهمة. الصين كحضارة وكدولة الآن لا تذهب إلى أشياء لا ضرورة لها. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدفع، وهي أول من أطلق تصريح نرجو ألا تفكر الصين في ضرب طائرة نانسي بيلوسي في الجو، والصين لم تتكلم. يعني كأنك أنت اللي عايز كده، وكأنك أنت اللي نفسك يعمل كده. إنما قراءة الشخصية الصينية والرئيس شي جين بينج تحديدا، وهو لا يقود وحده معاه حزب في منتهى الحكمة، هو طبعا حس أنه ضرب طائرة نانسي بيلوسي. وماذا يعني هذا؟ ولا شيء، ده هو كده ادى الامريكا اللي هي عايزاه، فهو طبعا تجنب هذا. لكن لاحظي بقى حضرتك انه بعد الزياره حاصر الجزيره وقال لهم لا انت جزء من البلد، وبعد كده هيبقى بقى في كلام مش كويس. فالصين ايضا في هذه الزياره لم تصعد للصدام العسكري لانها زياره، ولكنها تصعد من تصريحاتها بالتدريج وتقول انها زياره خطيره، سيكون لنا رد فعل. وبعدين في تصريحات بقى اخطر حضرتك، إن الصين على لسان وزارة الدفاع ووزارة الخارجية قالت تصريحات رسمية سندافع عن أراضينا بالقوة، وفي الصحافة تصريحات أخرى، وكمان الضيوف الصينيين كانوا يتحدثوا عن إذا لازم الأمر مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية وذكروها بالاسم سنذهب، لأن هو زي ما روسيا عملت، أنا كده أنت حطيتني في ظهري للحيط، ما عنديش حلول. طب عندي سؤالين قبل ما الوقت ياخدنا، نيوزيلندا لوحت بحقوق الإنسان في الصين، هل ده بيعني للصين أي شيء ولا مجرد تصريحات؟ اسطوانة أصبحت ثقيلة على النفس. وأبسط الناس، يعني أنا أقدر أقول لحضرتك أن الموضوع قارب طلاب المدارس وتلاميذ المدارس أن يدركوا أن الجنائية الدولية، حقوق الإنسان، الأقلية المسلمة، كل هذه الاستخدامات أصبحت الحرية، حريات الدفاع عن الحريات، هي مسألة كوميدية. وإلا لنا أن نجيب ونسأل، ولماذا لا تسأل الولايات المتحدة الأمريكية المعصومة عن الخطأ عن حقوق الإنسان، وعن حقوق الأديان، وعن حرق القرآن في بعض الأماكن، ولماذا أليس هذا أيضا من حقوق الإنسان؟ نيوزيلندا دولة طيبة يعني على قدها، وقال تصريح ساذج، وحكاية حقوق الإنسان الصين لا تتعامل بهذا بوعظ من الولايات المتحدة. طبعا تصريحات مباشرة ولكن ليس لها تأثير. طيب الحاجة الثانية، احنا شايفين مؤخرا ان الصين دائما ما بتدخل شراكات في الدول، سواء مش هقول تحت لها، لكن يبقى ليها هيمنة عليها، بتدخل اقتصادين، لكن مؤخرا شفنا تحركات للصين سياسية بدأت تتدخل في المصالحات السياسية، شايفين آخرها طبعا السعودية وإيران، عرضت التدخل في القضية الفلسطينية، بقى لها نشاط، وأوكرانيا وروسيا. النشاط السياسي، التدخل السياسي ده هل في صالح العالم، في صالح الصين؟ هل اللعبة بدأت تتحرك بشكل مختلف في العالم؟ الحقيقة ده أمر سهل قوي، لما سؤال مهم وملحوظة مهمة جدا. الصين حينما تتاجر، أنا أرى أن لا، التجارة خير، دي تنمية. كون هو بينتج أكتر وبينتج بسعر جيد وبتكنولوجيا راقية،
فهذا جيد. ودعم الصناعات، إنشاء صناعات زي وهو يدعم الصناعات الوطنية في الدول كما يحدث في أفريقيا، ولكنه لا يدعم الحروب وإزداء الصراعات وسكب الزيت على النار حتى تزداد اشتعال كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية ونرى جميعا الصين لا تفعل هذا، وهي لا تسعى إلى الهيمنة الاقتصادية وإنما تبادل تجاري، بدليل أن الصين لديها في شنغهاي أكبر وأول معرض في العالم في الكرة الأرضية للواردات، اللي بيقول للمصدرين تعالوا وشفت ده ليه. نعم. يبقى هو يتحدث الرئيس شي جين بينج على الفوز المشترك. نعم. على مستقبل البشرية العادل. نعم. على عدم التدخل في شؤون الدول، وأنا أفضل هذا النموذج جدا على النموذج الأمريكي بامتياز. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتهم الصين، هو عندنا مثل هام جدا، مثل عمي من أمثلة اللي جمعها تيمور باشا، بيقول لك إيه؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى. فالولايات المتحدة تستفز الصين ثم تقول الصين بتستفزني، لكن ما الذي يذهب بك إلى تايوان؟ ما الذي يذهب بك إلى أوكرانيا؟ بس برضو هو المنطاد اللي راح فوق الأجواء الأمريكية برضو ده دكتور برضو يعني أنا أعتقد في حاجة أخرى. نعم. إن الصين هو خرج عن السيطرة فعلا، ولكن التصريح الصيني اللي بعديها ليه معنى كبير. التصريح الرسمي. نعم. الصين صرحت مرة واحدة تصريحا رسميا وقالت رد فعل أمريكي مبالغ فيه، لا يمكن التجسس بمنطاد بطيء وسهل رؤيته إلى هذه الدرجة. احنا عندنا أقمار صناعية، وعندنا أقمار صناعية، وعندنا المنطاد ليس فيه تكنولوجيا. ولكن شو الذكاء الصيني في السياسة بقى. قال له إذا أنت حطيت سنة جديدة وضربته، يبقى أي جسم غريب والطائرات جسم غريب والسفن جسم غريب نراه عندنا هنضربه. وبالتالي هو استفاد بفكرة المنطاد بدهاء سياسي حقيقي، ان اي جسم غريب نضربه خلاص، وبالتالي الصين تكسب اكتر لان المنطاد فعلا لا ليس اداة تجسس تحت اي ظرف. يعني طبعا ما نقدرش نقول غير ان احنا فعلا باتجاه عالم متعدد الاقطاب. بشكر ضيفي دكتور ضياء الدين حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية والأمين العام المؤسس لغرفة التجارة المصرية الصينية بالقاهرة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. متشكر لحضرتك. بشكر فريق عمل مساحة للرأي، والشكر موصول لكل من تابعنا. شكرا لكم.